كان في واحد راجل عنده 2 أولاد، والولدين دالة قاعدين معاه فوق بيت طبعا أولاده. فقام الولد الصغير قال له يا أبوي، أبوه كان غني خلاص، أنا عايز نصيبي في الورثة. أبوه حي. بعدين أبوه قام قسم المال، الولد الصغير المال والولد كان المال وسافر. وقت سافر مشى في بلد بعيد، هناك مشى تلمع الناس زي وسفها، وضيع القروش كلها في السفاهة، في السكر، في القمار، في الكلام البطال، وأصبح ما عنده ولا ملين. وبعدين بقى واحد من المساكين خلاص، كان البلد فيها جوع وهو ما لاقي لقمة يأكلها. بعدين في واحد راجل كمان مبسوط عنده خنازير، الولد مشى يترجى الراجل ده، قال له من فضلك خليني أرعى لك خنازيرك دي. بعدين الراجل قال له طيب سوق الخنازير امشي. ساق الخنازير ورعاها في الخلا. الولد من شدة الجوع اشتهى يملى بطنه من الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. بعدين قعد يفكر شوية، قال أنا حاسة كان مشيت لبيت أبوي عبيده شبعانين من الأكل، وأنا هنا أموت بالجوع، فأحسن يا ولد قوم أرجع وأمشي لأبوك، وهناك يمكن ربنا يرحمك. فمن الوقت ده خلى الخنازير في محلهم، وقام ورجع لأبوه. أبوه شافه من بعيد جاي مقطع ومشلتت وهدومه حالة بالبلة. الأب جرى على الولد وحضنه وباسه، وبعدين قال له يا أبوي أنا غلطان، العملت كل حاجة بطالة، أنت سامحني ورجعني في البيت وعدني واحد من الخدامين في البيت عشان أقدر أعيش وأكل لقمة. وبعدين أبوه دخلوا البيت وفي رحبه، وضبحوا له ضبيحة وعملوا له هيصة كبيرة خلاص. الحكاية دي قال يسوع إنه كل واحد يعني خاطي ويقبل إليه وهو بيقبله، فنحن كلنا خاطين، إن كان رجعنا لربنا بيقبلنا. فأنا واحدة من الناس الأرجع لربنا، وإن شاء الله ربنا يقبلني. فلازم نحن نكون مستعدين ونمشي لربنا بسرعة، ويدخلنا يسوع من الباب الفاتح. فيا رب أقبلني عشان أنا كنت خاطية كثير، وأغفر لي خطيتي ودخلني إليك في كل وقت واحد يقبل إليك فأنت أقبله. فيا رب سامحنا وأقبلنا. فيا رب باسم يسوع المسيح أقبلنا ولك المجد آمين.